شرطة، لا تتحرك. برافو، عاملين مراقبة كتير منيحة. سيد ميماتي، انت موقوف. غير ليش؟ انت موقوف بامر من رئاسة الادعاء العام. انت هون تحت رقابتنا لحتى تشفى وتوقف على رجليك. انا ماني مرضان ولا شيء. لوين بدكن تاخدوني خدوني. ليلى، شو عم يصير؟ شغلات حلوة. شو الحلو فيها؟ موقفين كل الناس. أخي حكمت، هاي الشغلة ما رح تخلص غير هيك، وإرسوي ما رح يدخل السجن بطريقة تانية. عم نعمل مداهمات على كل العرابين حتى الناس اللي برا ترتاح. ليش بقى عرابين؟ عرابين شو؟ درتي درتي ومسكتي جماعتنا؟ طيب ليش ما بتحبسي إرسوي ورجاله؟ بتعرف حدا من رجال إرسوي؟ بتعرف من وين بتجي الرصاصة ومين بتصيب؟ إذا بيجي حدا من رجال إرسوي لقدامك بتمدله إيدك وبتصافحه. بس جماعتنا نحن الكل بيعرفهم، وهلأ نحن رح نعرف جماعة إرسوي. مين عطى هذا الأمر؟ أنت ولا مدير الإدعاء؟ طبعاً مدير الإدعاء. وهذا المدير ما كان يقلك طلعي من هالشغلات؟ هذا شي وهي شي. إذا هو عنده خطة، أنا كمان عندي خطة. Thank you.
بعتلي ورا مديرك. عندك شيء أوامر تانية؟ يعني بشو بدي أمرك لك؟ بعتلي مديرك. رح يجي مديري كمان رح يجي. فكر باطات صباطك. يلا خد انت فكه. هون ما حدا عم يشتغل تحت أمرك. لا تقلل أدب فهمان. ما تأخذوني، شغلة ما لها كتير مهمة. تفكيرك بكفي ابني، رجعتك عقلبي أكبر هدية. بعد كل هالتفكير ما جبت يا ابني غير شوكولا. يمكن بابا ما معه مصاري. شلون ما معه مصاري؟ قبل 5 أيام بعدت له 50,000 دولار. بدك تعذرني بابا، خسرت المصاري بالقمار. حلو، بتقول خسرتهم وبكل عين وقحة. شو بدك يعني يكذب عليك؟ ليش عم تضغط على الولد؟ بدل ما تسأله شو جبت، تسأله ليش اجيت؟ ليش اجا؟ ما هلأ قالك خلصوا مصاري. لا بابا، أنا جاي أتجوز. أنت بدك تتجوز؟ ليش وشك وش جواز؟ هالمرة الموضوع جدي بابا. طيب قل له مين اللي رح تتزوجها. ليك اجت تتعرفوا عليها شخصي. بابا طول بالك، البنت كتير منيحة ويمكن اخي كنان يتغير. ايفران، ليش في بنت منيحة بتطلع فيه؟ مرحبا سيدي شار، بدك تشرف معنا على مديرية الأمن. خير يا شباب، شو الموضوع؟ هلأ بمديرية الأمن بتعرف. رح نعرف ونشوف. راجع المساء، الكل بتكونوا على طاولة العشاء. أمي، وهلا شو مشان البنت؟ أنت تعرفي عليها. لك شو كنان، مانك شايف شو صار هلا إلا بلا ما تيجي. دخيلكم، مين بيقدر يعمل شي مع أبي؟ شو ما سمعتوا؟ قال راجع المساء على العشاء. يا ترى أعطيتوا معلومات للصحافة؟ كنا عم نستنى أوامر حضرتك سيدي. نزلوا خبر أنه تمت عملية ضد الجريمة المنظمة وأنه في عدد كبير من المعتقلين، بس لا تقولوا مين يلي موقفينهم. تحت أمرك سيدي المدير. لو سمحت ممكن تنزل من السيارة، بدك تروح معنا على المخفر. شو صاير؟ شو في؟ ف
في عملية ضد الباباوات وانتو لسه قاعدين عم تاكلوا. شو يعني الباباوات ما بياكلوا؟ لك خالي عم بياخذوا كل الباباوات على السجن، سمعتها بالراديو. شو علاقتنا نحن باباوات؟ جوهر انت عندك ولد؟ الحقيقة قدر في عنده ولد بينادي لي بابا. قوم لك نهروب بما انك بابا. نجدت عن جد عم ياخذوا الباباوات؟ نجدت هلا موت المزح تبعك. نحن لازم ندبر حالنا معلم. تنتين سندويش ساورما. نحن رايحين لشو سندويش؟ خالي انتو لبين ما تتناقصوا وتتجادلوا وتقرروا لوين بدكن تروحوا انا بعبي بطني. فعلا لوين بدنا نروح؟ منروح على هديك خالي. انا هديك؟ هديك اللي تبعنا. اتصل وشوف لي اخدوا هديك اللي تبعنا. اي بتصل خالي. عرفت مين اخدوا ابني؟ ما بعرف مين. الراديو ذاع الخبر هيك وبس. استنى لنشوف اذا اخدوا ذو الفقار اغا. لنشوف اذا كانوا من كل عالم معتبرينه عراب. مغلق او خارج. تليفون مسكر حاليا، يرجى المحاولة لاحقا. يا لطيف، يا ترى واقع بجورة الحكومة ولا التليفون واقع بشي جورة على الطريق؟ خالي قدر عزمتنا لعنده. مو خبري، طلبت السندويسات على الفاضي. ليش بقى؟ شو قدر بيعت شاورما؟ قلتلنا لكان بتعمل كبة مقلية. ايه مو بس كبة مقلية، قالت بتعمل 40 نوع كبة، بس بيكفي الخال زازا يشرفني ويجي لعندي. انت ما اتصلت بهذا، اتصلت بقدر دغري. ما لا خالي لا. لما سمعت عم ياخذوا الباباوات انشغل بال البنت واتصلت. لانك اب مشان هيك اتصلت؟ ايه اب معنوي. يا خال انشغل بال عليك، وانت بتعرف اذا ما اتصلت انا هي ما بتتصل. بدنا نروح ولا بدنا نضل هون؟ لا احسب حسابي واطلب كمان سندويش. ولك كلهان، ليش ما عطيتني خبر انه في هيك شيء؟ خبرتك اخ، اتصلت بس انت ما رديت. هلا هذا هو الاسلوب الجديد؟ من زمان كنت تجي على البيت تقول لي يلا يا اغا. اوه سيد يشار، معقول انت توقع هون؟ قال وقع عزت اغا، ما بصير نضحك على اللي بيوقع. اللي بليق فينا الا ما نوقع جنبه. ايه والله. بالفرج إن شاء الله. جمع إن شاء الله. بالفرج إن شاء الله. جمع إن شاء الله. جمع عن قريب. إن شاء الله يا شراغة. عزت أغا، يشار هو يلي طلب يكون مع إرسوي؟ هذا السجن مو أوتيل بيقدر الواحد يختار فيه مطرحه. Thank you.
بابا أنا تقوصت برجلي مو تقوصت بإيدي، تركني بقدر آكل لحالي. ما بتقدري، رجيم رجيم رجيم. شوفي بنتي بينوا عظامك. مستعدة موت أحسن ما أصير سمينة. شلون تموتي يعني؟ شلون تموتي؟ أنت ما بتموتي قبل ما موت. لا تقولي ما قال لي. إن شاء الله صحة وهنا. على قلبك. نحن جايين بدنا ناخد إفادة بيري فاليد. إلى بين ما تخلص أكلها بالأول بتتصلوا بشرطية وبتقولوا لها تجي وهي بتاخد إفادتها. بابا أنا شبعت ما عاد فيني أكل بنوب. كملي أكلك لأنه بدنا ناخدك على العدلية. أخ الحمد لله، يعني أخيرا رح أقدر أطلع من هون. وحياة عينك مانك متحركة. بنتي ما عندها شي تحكي لكم إياه. أنا بروح محل أخي وبقدم إفادتها. أصلا هي تقوصت وما شافت شي. أنا يلي شفت كل شي. يا سيد أنت رح تقدم إفادة وبنتك رح تقدم. أنا يا سيد؟ أبوك بتقول له يا سيد. وقت بتقرب من بنتي أنا حيوان مو سيد؟ بابا روحوا نقلعوا من هون. شو؟ أنا ربيت بنتي لتروح على العدلية ومديرية الأمن؟ أنا بروح بعطي إفادة عنا. لا تجبرونا نستخدم القوة. بابا بترجاك لا تعمل مشاكل. شوفها هلأ بستفرغ. بنتي ما بيصير تستفرغي الأكل. حضرة الآنسة ممكن تغيري ثيابك؟ لك يا حيوان عم تمسك إيدي يلي بلا تمسكي. مدير الادعاء طالبك. وشو له شغل مدير الادعاء هون؟ تسأله له. المحل هون بأمانتك سيد يشار. لا تأكل هم، محلك محفوظ. أنا طالع من هون. بتريدوا شيء من برا؟ الشباب مساكين ما بيعرفوا شو يعني يكونوا بالسجن. لا تقصروا معهم بالبطانيات ولا تقصروا معهم بالأكل والشرب. وأوعكم تنسوا لا تحرموا هالقطط من حليبهم الصبح لأنهم مدللين. امسك إيدك أنت ورايح منشان ما تضيع. بس حبيت قلك منشان إذا الدولة تركت لك إياها ما عاد تعرف وين بدك تروح بحالك. انتبه لا تشنو حالك ها، لأنه هيك رح تزعلني منك كتير. زلفو شو رأيك أحملك معي؟ كتير تقيل عليك ما بتقدر تحملني. ها قليل شرف بتسلم علي كمان؟ بدي أقطع لك إيديك التنتين يا وسخ. هذا الولد المهذب طالعوا لي منهم بلا ما يصير يشبه هدول. أساساً هو عاجز. لك أنا عاجز؟ أقول لك هو العاجز يا عديم الشرف. صار لنا زمان ما التقينا سيادة مدير الادعاء. القعدة معك حلوة بس مو هون. اجيت على اسطنبول وما معنا خبر؟ اجيت بسرعة، كنت رح خلص شغلي ومر شوفك. من 20 سنة ما خلص شغلك المستعجل يا سيد أرسوي. شو بدنا نعمل؟ البلا شرف كتار بهالبلد والشرفة كمان كتار يا سيد أرسوي. ما بقي إشرار بالمحل يلي جيت منه حتى تيجي تصطدم باسطنبول مع ناس خدموا الدولة؟ أنا مهمتي إني أصطدم فيهم، أما أنت فمهمتك تصالحنا مع بعض. أنا مو من مهمتي إني صالح حدا يا سيد رسوي. أنت بتعرفني وبتعرف كيف بشتغل. مو قليل قديش خدمنا الدولة أنا وياك، بس علاقتنا بجهة وتجاوز القانون بجهة. سيادة المدير، بما إنه
عم نحكي مع بعض من برا علاقتنا القديمة، معناها أنا كمان بحكي بشكل رسمي. أنت ما بتقدر تحجزني هون، ما بتقدر توقفني ولا دقيقة، وحتى ما فيك تاخد إفادتي. إرصاي، الماضي ضل بالماضي، تغير شي كتير. أنا وقفتك وقدرت توقفك ورح أخذ إفادتك، وإذا أنا ما سمحت لك خطياً وعطيت أوامري ما بتقدر تخطي خطوي من هون. بتفضل شوية زهران على صديقك اللي ساعدك وساندك طول العمر؟ مو عيب؟ تفضل ارتاح. بالعادة الشرطة بياخدوا الإفادات بالمديريات مو المدعيين العامين. بما أنك عزبت حالك بالجاي لهون، فياريت من بعد إذنك تقلي بأي تهمة جايبني. ليش يعني ما بيصير ندعيك لنتناقش معك؟ على راسي، أكيد منتناقش، بس بالأول خلي رفقاتي يروحوا وبعدها منتناقش. نحن استضفناهن عنا حتى ما يقلقوا عليك برا وحضرتك موجود هون. سيادة المدعي، شو الموضوع؟ الموضوع تهمة زعامة مجموعة بتمارس الجريمة المنظمة، هذا الادعاء عليك. غلطانين، غيره؟ شو العداوة اللي بينك وبين السيد إرصاي؟ أنا ما ممكن يكون في عندي عداوة مع حدا. معقول ما عندك أي عداوة؟ ما عندي، لأنه أعدائي ما حدا منهم بيضل عايش. إرصاي، أنا هلأ رح أحكي وأنت بدك توافق على اللي رح أحكي. عم اسمعك. رح أقابلك هلأ مع مراد على مدار. شو في خلافات ومشاكل، شو في خصومة، شو في عداوة بيناتكن، بتحكوا وبتحلوها. أنا ما عندي خلافات ومشاكل أحكي فيها مع حدا. اتنيناتكم خدمتوا بوظائف الدولة، واتنيناتكم إلكم قيمة بالنسبة للدولة، وما حدا بيعرف قيمتكم بالدولة مثلي. تسلم. بس اللي ما فهمته، إذا حضرتك جايبنا لهون مشان نتصالح ونحل مشاكلنا، ليش جايب كل هالجماعة الزهران ولاد الشوارع معنا لهون؟ أنت بتعرف يا إرصاي إن الدولة أحياناً لازم تورجي وشها وقوتها للناس يلي نسيانينها. إذا اتنيناتكم ما قدرتوا تتفاهموا مع بعضكم، وقتها الدولة رح تاخد قرار وتورجيكم كلكم وشها الحقيقي. لازم تفكر شوي حتى ما تضطر تبقى سنين طويلة عم تفكر. أنا هون لينزل الليل وتطلع النجوم. خلي اللي بده يجي يجي ويصافحني يا سيادة المدير. شوفوا شو هي تهمتي وعملوا الإجراءات، وشوفوا كمان شو تهمة إرصاي وعملوا إجراءاته معي، لأنه أنا ما عندي شيء أحكي فيه أو صالح فيه مع حدا. السيد مدير الإدعاء كمان بده يحكي معك. يلي قلت لك يا رح رد قله يا، فأنت أحسن شيء نقله كلامي وخلصنا. السيد المدير بده يحكي معك بخصوص المدعية ليلى. We'll be right back.
إبراهيم، وأنت شو اللي جابك لهون؟ عملت مشكلة خصوصي مشان أتونس وأقعد معكم. ابني، خد إبراهيم على قوش غير هاد. صحيح هو بابا، بس هو بابا حقيقي لبنته. عم إبراهيم، عن مين أمنت الأخت بريهان؟ لا تسأل يا عمران، والله عقلي كله هنيك عندها. هيك منيح، إذا عقلك بمحل تاني الوقت بيصير بيمر عليك بسرعة. أستاذ داود؟ ميري كيفك؟ مو منيحة، أخذوا بابا على مديرية الأمن وما عم بقدر اتصل بالعم فكرات، وما في حدا بالمستشفى، كلهم موقوفين بالسجن. عزيزتي أنا جاي فورا، أنت خليكي هادية. ماشي، شكرا كتير. شو بتحب تشرب؟ خلينا نضيفك شيء. شكراً كثير، السيد المدعي ضيفني. بدي أسألك، من إمتى أنت والأستاذة ليلى أصدقاء؟ من زمان كثير، من أيام الجامعة. الست ليلى مدعية ناجحة كثير، أنا أكثر واحد حبيت أن تجي على اسطنبول مدعية عامة. بس عفواً، علاقتها الشخصية مع حضرتك رح تكون نهايتها المهنية. حضرتك حكيت معها بهذا الشيء؟ أنا حكيت معها ضمن الأصول، بس الأستاذة ليلى ما عم تسمع مني بهذا الموضوع. يعني إذا ما سمعت منك ليش لحتى تسمع مني؟ على الأقل موضوع قعدتها ببيتك. هي مو قاعدة ببيتي، ليلى قاعدة ببيت عيلتي، ومع الأسف أنا ما بقى عندي بيت، وأبي وأمي هلأ بالمستشفى. وصلني خبر، الله يشفيه، عم نعمل اللازم. بس انت ما قدمت إفادة عن اللي قوص على أبوك. نحن بالعادة ما منشتكي على حدا يا سيادة المدير. ليش في عداوة بينك وبين إرصوي؟ أنا ما إلي أعداء أبدا، عندي أصدقاء وبس، وأعدائي بالحقيقة ما بيعيشوا كتير. انت اقترحت على المدعي إنه نعمل الإجراءات اللازمة معكم؟ طبعا راح تمشي الإجراءات القانونية وراح تتلاحقوا قانونياً اتنيناتكم سوا، بس الصراع بين اتنين من جماعة الدولة ما بيأذيكم إلكم بس، بيأذي الدولة كمان. حضرة مدير الادعاء، يلي مسميها دولة لازم تميز بين الرجال وبين يلي بيبيعوها، وإذا ما ميزت فالله يرحمها. مثل ما قلت لك، نحن ما عنا عادة إنه نشتكي على حدا. منيحة روحي، أنت كيفك؟ معنوياتي بالأرض. إيه سمعت، بالفرج إن شاء الله. أهلا وسهلا حبيبتي، شلونك؟ منيحة، قليلي أنت شلونك؟ عم نحاول نرتب وضعنا. شلون قدرتي تقنعي والدتك؟ أخي قدر يقنعه. أهلا وسهلا، معناتها أنت حفيدة ضياء اللاظي. أنا بنت سليمان شاكر، شرفت بمعرفتك. بصراحة أمي حابة تتعرف عليكم بأقرب فرصة، طبعا على كنان بالأول. يا ريتك جبتيها معك، قبل المسا رح يطلع، كنا قعدنا كلياتنا. ابني ما بيصير هالحكي، يعني إذا حدا طلب إيدي أختك أفران منروح نحن على بيته؟ شغلات فاضية. عم بيقول شغلات فاضية وحضرته كأنه متأثر بالعادات الإنجليزية. أي وشلون كانت سفرتكم؟ منيحة الحمد لله، حضرتك شلونك؟ نشكر الله ونحمده. يا شراغة،
يا ريت نلتقي مع بعض بعد ما نطلع من هون. نلتقي سيد إرصوي. خير، شو الموضوع؟ ليش أنا بحكي معك بغير الشغل يا يشار؟ عم تحكي كأنك رح تطلع فورا من هون سيد إرصوي. وانت عم تحكي كأني مسجون على طول. أنا موجود هون بخاطري وما في أي قوة توقفني. عن جد يا عزة آغا، أنت شو قصتك؟ سلمنا عليك مرة فما بقيت بلوي إلا وقعت فوق راسنا. أنا ما قلت لكم من قبل إنه ما لازم تفوتوا بهي الشغلات؟ قلت لنا بس ما سمعنا كلامك. شو يعني؟ قلنا سجاير واستخفينا فيها. بس يلي بعرفه عنك إنك ما بتستخف بأي شغلة يا مراد عالمدار. يا ترى شلون اصطدمت بإرصوي وعلقت معه هالعلقة؟ أنا ما صدمته، أنت يلي صدمتنا. مراد عالمدار، أنت بتفوت من هالباب وبتتحجج فيني إنه أنا السبب. لو ما أنك مسلم علي ومحاكيني كان زازا رح يعرفني؟ مراد ممكن تجي؟ قديش لسه رح تخلونا عندكم؟ رح تضلوا لحتى توعدني. ايه خلصينا ياسمين، اتركينا من هالحكي. اتصلت فيك 1000 مرة وما رديت علي. لو رادت عليكي ما بتفوتوني على السجن؟ على الأقل كنت بمسك إرصوي هو وسلاحه، مو أنتو. أنتو داهمتوا مستودع سلاحه، قام بيطلع الحق علينا لأنه رحنا لعنده زيارة لهنيك. ايه طبعاً، مع أنه السلاح اللي معنا كله مرخص. السلاح للأمن الاجتماعي وأنتو كنتوا هنيك احتياط. لو كان بدكن تقتلوا كنتوا قتلتوا وما لحقناكم، هاي مرقناها. إذا ما بتلتقي بأرصوي عند مدير الإدعاء، أرصوي بيطلع من هون على رجليه وبيطلع بيعمل كل شي بده إياه، وإنت والجماعة اللي جوا بتنسجنوا على الأقل 5 سنين. يعني أرصوي رح يطلع من هون؟ رح يجوا ياخدوه من مؤسسته ليحققوا معه، في صغرة بالقانون. مدير الإدعاء إذا بده بيتركه هون أو بيبعته على مؤسسته. ومدير الإدعاء وأرصوي أصدقاء من زمان، ومثل ما أنا عم بحكي معك هلأ أكيد هو بنفس الطريقة عم يحكي معه. أنا رح التقي بإرصوي. عن جد عم تحكي؟ طبعاً عن جد، شو مزح؟ يعني رح تصالح إرصوي؟ ليلى قلت لك رح التقي فيه، ما قلت لك رح صالحه؟ معناتها ليش رح تلتقي فيه؟ بلكي الزلمة بده يعترف بجريمته، بلكي بده يطلب العفو، ما بتعرفي. يمكن اتضايق واضربه شي كفين. طبعاً أكيد أنت ما رح تعمل هيك شي. أنت بدك ياني قابله ولا ما قابله؟ ما بدي إنك تقابله وتصير الأمور أسوأ. ماشي، رح تصير الأمور مثل ما بدك. منيح، لروح قله لمدير الإدعاء. ليلى، ممكن تعطيني تليفونك؟ تليفوني بجزداني. بدك تتصل بالمستشفى؟ طبعاً. ماشي. عمر، معك حق تكون تعبت، يمكن قلبك الطيب لساته ما تعب بس جسمك هو اللي تعب. يعني إذا بدك رأي يا رجال، أنا كمان تعبت. تيجي نروح؟ بس كيف فينا نروح؟ شوف كيف ابنك حطوه بالسجن مرة تانية، ورفقاته كمان حطوهم بالسجن معه. كنت عم قول لليلى شو عم بيصير يا بنتي؟ قالت لي الأمور رح تكون منيحة. يمكن عم تحكي هيك لتهديني. يعني شلون رح تكون منيحة؟ بدك تروح يا عمر؟ منروح. ايه بس معقول نروح وبالنا مشغول؟
نعم حضرة المدعي، هذا أنا ميماتي. معلم أنت بالأمن؟ يعني مو بالأمن بالضبط، بس بالسجن. هذا كان قصدي معلم. السافر الأرصوي معكم كمان؟ ايه معنا ميماتي. لو كنت أنا معكم بالسجن في احتمال أني أقدر أقتله. رح جرب أنا من جوا، رح نتواجه سوا. إذا زبطت رح أخذ روحه بإيدي. معلم أنت وعدتني. إيه بس إذا ما زبطت معي رح أبعث لك إياه على المستشفى. فهمت علي ميماتي؟ فهمت منيح معلم. أعطيني شوية وقت لأطلع من هون، لأنه في شرطة على الباب. معك نص ساعة ميماتي، في 5 دقايق بين مديرية الأمن وأقرب مستشفى، هنيك بتخلص عليه. شكرا معلم. ليك ابني، بدي شوف ميماتي واطلع. آسف ماما، ممنوع. يا ابني انتو بتعرفوا انه الزلمة فقد ابنه، انا فايتة بس اخذ بخاطره واطلع. اصلا ما بقدر اني ابقى كتير، جوزي بالعناية المشددة. ماشي ماما، افتح. حاضر، تفضلي ماما. ابني ماما نازك، الله بعت لي ياكي. عم حاول كتير اني اتصل بحسني المجنون ما عم يرد. يا عمري صحتك منيحة؟ منيحة الحمد لله، ورح صير أحسن. وشلون بابا عمر، منيح؟ ندعي لالله يصير منيح. ابني انت شو اللي بدك يا من حسني؟ قلي وانا يمكن حللك القصة. ماما نازك، بس قولي له خليه يغير هندام ويجي لعندي. يعني هندام شو؟ انت قولي له للمجنون، هو بيفهم. كل اللي صار معي بسببك انت. انا شو علاقتي بهالشي؟ لو مانك بعتني لعند بابا على الشركة كنت هلأ رح كون بالمستشفى؟ لا انا ما بعتك، ابوك ياخدك بالزور. لو ما كان بدك ياني روح ما كان قدر بابا ياخدني. وشو كنت بقول لأبوكي وقتها؟ لا تقول شي، ما بقى كتير مهم، حتى بابا مو هون. رح يطلع والدك بعد شوي صدقيني. إذا هداك الوحش معتبرنا أعداء شو أهمية طلعته؟ أكيد رح يقتلنا، رح يقتلنا كلنا. طول ما أنا عايش ما حدا بيقدر يعمل لك شي. أرصوي قلوبي بيعمل أي شي ولمين ما كان. هذا ماله أكتر من زلمة بيقتل أولاد، وبوعدك رح أدفنه هو عايش قبل ما يموت. Thank you.
سكر هالموسيقى. تبطل تسمع هذا الشيء؟ نسرين، أنا ما قلت لك لا تتدخلي بشغلي. شو عملتي أمي؟ أنا لا بدي أعيش بهذا البيت ولا بدي أسمع هالغنية بنوب. لكن ليش أجيتي لهون؟ أجيت من وراء راسكن لأنك ما قدرت تحافظ على أختك. إذا الشاب معاجبك قوليلي لخلص هالشغلة. وأنت شو بدك تخلص؟ روح شوف مين اجا. ليك انتبه ما تجيب سيرة القمار. خلصنا سلوى، صرتي عيلتي لي 100 مرة. كنان انا خايفة كتير، بلكي ما حبيتك امي. لا تخافي رح تحبني، الامهات بيحبوني. لك انا ما قلت لك تترك اختي يا بني ادم. أخي أنا بحبها لأختك وما فيني ما ضلها. شو أخبارك؟ منيحة، وأنت شو أخبارك؟ منيحة. خبرني شلون وضع نسرين؟ مثل سليمان شاكر بارود. كينان بعرفك عليها مرة تانية، خلينا نروح. أوف، حاجة تبالغي بقى. شو هالبيت تبعكن؟ شو انتو ساكنين بمتحف؟ نحنا قضينا طفولتنا هون يا ابني، ما تربينا مثلك على ظهر البغال. لا يا بعتذر إذا كنت ضايقت حضرتك، بس حبيت إلك الحمد لله على السلامة. نسرين. ماما، نهاد أخي، تفضل عود. ما رح أقدر ضيفك شي لأنه لسه ما عنا شي، بالمرة الجاية إن شاء الله. إذا بتريدوا ساعدكم بشي أنا بخدمتكم مدام. تسلم. وكيف الوالد والوالدة؟ بيسلموا مدام، وحابين كتير انهم يلتقوا بحضرتك بأقرب فرصة. خير ان شاء الله. امك ست بيت مو هيك؟ اي ست بيت. وبابا شو بيشتغل؟ ماما صرت قايلت لك 40 مرة. اي مزبوط حبيبتي انتي قلتي، بس كنان لا. استيراد وتصدير. يعني حضرتكم شو بتستوردوا؟ نشتغل بالمنظفات. بدي تعطيني اسم الشركة مشان اسأل عنها. اي طبعا، واذا بدكم نروح سوا على المصنع نتفرج عليه. اعطيني اسم الشركه وبيكفي. ليك ابني انا ماني ناوي احقق عنك، بس سلوى حكت لك عن عيلتنا يا ترى؟ طبعا مدام حكت لي. انا وقت تركت هاي المدينه عطيت وعد للي بحبهم وحلفت يمين عن حالي، عيلتي واولادي الاثنين، ما رح نفوت باي شغل ما ننضيف، ولليوم عملت يلي بيطلع بإيدي. بالنتيجة انت رجعت على اسطنبول لأنك جدي بطلبك، وطبعا القصة إلى أصولها. انتو اتنين رح تعملوا عيلة سوا إذا أنا وافقت عليك وعلى عيلتك. اسمعني كنان، نحن لهلأ ما منطلع عن كلمة ماما لأنه لهلأ منأمن بالعبودية. أمي شو بتقول؟ منقول حاضر. اسكتي ولا كلمة، لا تقللي من احترام أمك. طيب أنا بحب أحكي بصراحة، إذا رح شوف عليك أي غلطة أو بسمع حتى ما رح وافق. بفهمك كتير مدام، أنا كمان لو كنت محلي. ما بتقدر تكون محلي. تشرفت بمعرفتك كنان.
ابني بما انه فكرتوا تغيروا بالثياب تبعكم، ليش ما جبتوا لي الي كمان؟ هلا مين بده يعرفك هيك خالي؟ انا بقلكم مين؟ الكل رح يعرفكم. شلون رح يعرفونا؟ ابني هدول الفريقين مو اعداء بعضهم؟ شلون بتمشوا مع بعض سوا؟ خالي انا ما قلت لك خلينا نلبس ثغلات نادي بالسيكتاس تيناتنا؟ شغلات البشيكتاس بتطالعني ختيار من دون شي، شعري كله ابيض شوفه. هلا قدر اي نادي بتشجع؟ قدر ما بتحب النوادي، بتحب الباسكت. باسكت شو يعني؟ هاي اللي بيرموها على السله. اه ايه انا ما بحبها، بحب تبع الشبكه اكثر. خالي انا بقول نسلم حالنا. وليش نسلم حالنا؟ بدنا ناكل كبه مقليه. خالي شرطه بكل محل هون. اه ابني طالما كنت شايف الشرطه ليش ما حكيت بوقتها؟ خالي كنتوا علقانين بحديث الرياضه، قلت يا ولد خراس ولا تقاطعهم. انا ما بحب حديث الفرق اساسا، جبتوها طايره فوق وفوتوها بعيني. يا شباب بس يا ريت تقولوا لقدر خانهم لا تستنانا على الاكل، او بناكل الكبه المليه وبعدين بنروح، يا اما خلونا ناخذها معنا على مديريه الامن، او اذا ما مشي الحال انتوا جيبوها. سم الموت، شو بدي اعمل فيه الجوهر؟ لما بتبرد ما عاد تتذكر خالي. ما تواخذني بس نحن ليش هون؟ ليش في شي مضايقك؟ استغفر الله معلم، بس اخذوكن الكن، ليش لا ياخذونا النا؟ سكوت حاج تحكي مثل قليلين الشرف، ليش في انت ونحن؟ سؤاله لأوزجان مزبوط، اسباب سجنكن واضحه، هيك بدهم يقولولي، يا اما بتتصالح مع ايرسوي او بدنا ننهيك، بدنا ننهيك انت واصدقائك. أخي مراد أصلاً بعد ما تروح أنت لا قدر الله رح ينهونا كلياتنا واحد واحد، إذا نقطع الراس بيتشتت الجسم. بما أنك واقف على راسنا يا مارد لا تحنيه، وبلا ما نتشتت اوعك تتصرف بشي لأنك عم تفكر فينا، ولا تتراجع بخطواتك. اي والله اي والله. افتحوا الباب يا شباب. قلت لكم افتحوا الباب. ليش فاتح الباب وواقف هيك؟ العفو بدنا نساوي حقنة، ذكرونا الباب يلا. يلا. شو هالحكي تبعك اللي بسم البدان؟ معلم أمرتني إجي، وهي أنا جيت مع التنكر. شو قصة الحقنة تبعك؟ شو هالحكي؟ انت ما بتعرف شو عم تحكي. حاجة طالع لي خلقي وخدوني على العناية المشددة. مثل ما بدك معلم. شو يا بنتي انتو جنيتوا؟ بدكن تقتلوا للزلمة؟ نادي لي مسؤول العناية المشددة فورا. قلت لك فورا، مريض ما رح يموت. شو يا شرطة، يعني انتو جايين تقتلوا الناس؟ هذا الزلمة معقول يضل هون؟ لازم يكون بالعناية المشددة. قالت لي العصفورة بدك تعتذر مني
يا مراد علندار. ما كذبت العصفورة، رح اعتذر، رح اعتذر. مستنيك مشان تبوس ايدي. استنى بعد شوي رح الحق. معلم إذا رحت هلأ ميماتي ما بيلحق يوصل. بلهي شوي بالحكي وبضيع وقت. لو بنعرف كنا قلنا لإبراهيم. لو كنت بعرف إنه إبراهيم رح يدخل ويطلع كنت قلت له أكيد. عم يستنوك. عم نحكي بشغلة بعدين منجي. مدير الادعاء ناطرك. خليه يستنى، قلت لك بجي بعدين. يا كبير. سلام عليكم. وعليكم السلام. شو خير؟ يا كريم شكلهم جايبينكم من المباراة لهون. معقولة برأيك الهربان يروح يحضر مباراة؟ مسكونا الشرطة قدام بيت قدر تبع جوهر. شيلوا هاي المساخر عن راسكم، أحسن ما انزل ضرب فيكم. بسببكم كل الناس كانوا عم يتمسخروا. خالي هلا بناخد برد. شوف انت كمان ما امتى. شو برأيك اخي مراد رح يحبسونا هيك فترة طويلة؟ يعني هلا نحن هون بس ارسوي رايح. لا تشيلوا الطوائل كان. ليش أرصوي رايح؟ إذا بقينا لازم يبقى كمان. بس لو تعرفوا شو بدي أعمل بهذا الزلمة. شو بدك تعمل؟ راح بعمل معه مثل ما عملت مع اللي قبله. إيه زازا هلأ أحكي لنا، الشرطة كانوا عم بيقولوا إنه لقطوكم ببيت مرة، صح الحكي؟ قدر أنت شو عرفك؟ مين بصير معه مثل السيد عزت؟ إذا عندك صديق مثله طبعاً راح تجي الشرطة ودغري تمسكك. ما هيك أخ عزوز؟ عجل يا حضرة الشرطي، اطلب الأسانسير بسرعة. أمالك حسني لا تعمل مشكلة، السيارة جاهزة؟ جاهزة معلم. حطيت لي العدة بالسيارة؟ حطيتها معلم، بس إذا بدك تضل تحكي بدنا ننمسك. إيه ماشي ماشي. خير شو صار لميماتي؟ ميماتي؟ وضع مريضنا خطير كتير يا أستاذ، ممكن بعد؟ صحته مثل الحديد، ليش عم تحكي هيك معي؟ راح راجع. خلصني بقى، روح لا تخرب لنا الشغلة. روح لعند بنتك. ليش؟ في حدا؟ ايه. بوس الزر بسرعة. العناية المشددة إلها شي مدخل تاني؟ انتي مين كان عندي؟ بابا؟ شلون طلعت امتى؟ السيد داود سمع، ما بعرف شلون سمع اني دخلت لجوا. انا اللي قلت له. شو؟ اتصلتي بداود؟
لما ما رد العم فكرة اتصلت بداود. بمين بدي اتصل بابا؟ الكل جوا بالسجن. إذا كانوا الكل جوا معناها أبوك بيكون جوا، ليش بتتصلي بداود؟ ليكون استغل غيبتي وإجا لهون ليشوفك ويحكي معك. بابا إذا بتضغط علي شوي تاني رح أرمي حالي من الشباك من فوق لتحت وريحك مني. ما بيصير ترمي حالك، لا تقولي ما قال لي. معلم بالمدخل الثاني كمان في شرطة، ما حبيت أتخلص منهم قبل ما أخذ منك الإذن. روح جيب إبراهيم لهون، هو بيحل شغلة الشرطة، وأنت وقف جنبي لوصل على السيارة. بابا عمر بوعدك ما يروح دمك هدر ولا دم علوش، خلي قلبك مرتاح. رؤي رؤي ما تزعلي من أبوكي. عخان فايت سيد إبراهيم، نحن بحاجتك بسرعة إذا بتريد. شكله ميماتي ما عم يقدر يهرب، دخلته على العناية المشددة على الفاضي. معلم بهاي الحالة ممكن نترجاك تتصرف بحيوانة؟ انت مجنون شي؟ يعني باخذ وبعطي. انت شحش. يا سيد ما بيصير يعمل راسك يا دكتور النحس. ساعدوني يا شرطة. يا حشرة شو عم تعمل عندك يا سيد؟ ساعدوني بسرعة يا حيوان. يا سيد اتركه. شو عم تعمل؟ لك بدي كسر لك راسك. اتركوني يا حيوان. يا معلم ما بيصير هيك، يعني إذا قلنا لك معلم تتحول لحيوان. عادت يا ولد. وقف عم قل لك. نقدر نطلع حول. شو صار لوشك حسني؟ إصابة عمل معلم. شوي شوي. انت شو عم تعمل هون؟ تليفونك بقي معي. يلا الناس عم يستنوك فوق. اي استنوا شو رح يصير يعني؟ بيكونوا عم يحكوا عن ايامهم القديمة. شو هاد؟ مثل ما انه مكتوب طلع. يعني طلع من المستشفى؟ طلع من العناية المشددة. انت عم تلعب لعبة جديدة؟ انا عم حاول غير اتجاه الريح ليلى، هاي هي كل القصة. كمان في طابق لفوق. Thank you.
تفضل. استاذه ليلى، انت بلشي باخذ افاده التانيين اللي معهم. انا بتشكركم لانكم تصرفتوا تصرف سليم وشاورتوا عقلكم. انا طول عمري بتصرف بشكل سليم حضره المدير، بس الاخ طايش. كلامك صحيح، لازم نربط الطيش اللي عندي بشبابي، بس حيوانتك بشو بدنا نربطها يا ترى؟ يا جماعه رجاء لا تنسوا قدام مين انتم. رح أعطيكم 5 دقايق من هلأ فرصة لتحطوا عقلكم براسكم، يا أما بتتفهموا يا أما ما بقى تشوفوا الشمس بحياتكم ولا رح تحلموا فيها. ما بطالعكم من جوا. خليهم 10 دقايق لو سمحت، الحديث اللي بيناتنا طويل شوي. عشر دقايق. صار عندي فضول أعرف شو اللي بدك تحكيه بعشر دقايق. كلها على بعضها ثانيتين بتبوس إيدي وبتتيسر. يلي باسوا بزماناتهم إيدين كتير بيجيهم وقت وبيصير إنه بدهم كل الناس يبوسولهم إيديهم. أنت ما بست إيدين؟ أنا بحياتي ما بست غير إيد أبي. وأنت بتحبه كتير لأبوك؟ طبعاً بحبه، بس واضح إنه أنت حتى ما بتعرف مين هو أبوك الحقيقي لأنه أمك ما قدرت تعطيك اسم صريح. شو بلشنا؟ بلا هلالك، هون عم نتفاهم كبير مع صغير. إذا بدك تحكي مثل الخلق احكي. ليك أنا آخر واحد شنقته كان هداك اللي بلا شرف اسكندر الكبير، بس كان عنده طموح، كان طموحه يدير الدولة وكل الوساخات تبعه عملها لهذا الهدف. فعندي فضول كبير أعرف شو هو يلي بدك يا أنت. كل واحد في عنده متعة، وأنا المتعة تبعي إني كسر راس أمثالك. الدولة كلها على بعضها ما بتهمني بشي، أنا شو دخلني بالدولة؟ اسكندر كان واحد أهبل، لو كان رجل دولة عن جد كان عارف كيف يحمي لي ابني. مو أنت الزلمة يلي قتلت ابنك هيك؟ هلا الولد صار يهمك؟ بما أنه واضح عليك أنه الولاد بيهموك كل هالقد، فياريت كنت قدران تحافظ على بنتك. وفوقها عم تتباهى أنك شنقت اسكندر، ما هيك؟ يعني قطعت الدولة وصرت مريض نفسي، ما هيك؟ هذا كل شي عندك؟ شو ما بيكفيك؟ ومين انت لحتى تشتغل من راسك؟ يلا قلي مين اللي واقف وراك؟ استنى لحتى تكبر، لأنه ما بينعطى سر للولاد.
بما أني ولد فيك تقتلني كمان. يلا تعالي اقتلني يا قاتل الأطفال يا بلا شرف. معلش رح اقتلك آخر واحد، رح ادفن كل اللي حواليك واللي بتحبهم قدام عيونك وبعدين رح اقتلك. طبقي محوري بالمشفى بسرعة.
مبروك، عملت شغلة منيحة كتير. إرصاي قدر يهرب. أنا يلي هربته؟ أنا بعدته على المستشفى. مراد، من هلأ ورايح ما رح تطلع من السجن، لا أنت ولا رفقاتك. ينزل إرصاي على القبر وما في أريح من السجن تبعك. شلون بتعمل هيك شغلة؟ أنت شلون بتحطني بهيك موقف؟ شلون بتحاول تقتل الزلمة معقول؟ السؤال الوحيد اللي بيهمني من كل هالحكي، هالحقير كيف هرب؟ هلأ هي مشكلتك؟ طبعاً هي. إذا ما مات هذا الزلمة الكل رح يموتوا بما فيهم. أنت شو أنت ما عم تفهمي؟ شو هالأرصاي هاد؟ قديش مخوفكن؟ خدوا لعند البقايا. أخي مراد، إن شاء الله مات المجرم. عبد الحي يضربني على وشي. ما فهمت معلم. بدك تضربني منشان يحولوني على المستشفى، هذا كل شيء. ضرب. شو هالحكي معلم؟ لما بلك ضرب بدك تضرب. لك شبك ضرب مثل الخلق. عمران اعمل لي شوية ضجة. لك يا لا تعملوا هيك يا شباب. ليش عم تعملوا هيك يا شباب؟ تعالوا على حياتي بعضكم. وين بعضكم؟ شطي يا شباب، خلصوا يلا يا شباب بسرعة، خلصوا. ايه ما بصير هيك. ايه يا شرطي، خلص انتوا كبار يا شباب، تفرجوا خلص. طولوا بالكم، بكون يا شباب. خلص يا شباب، اضرب الشيء. خلص انت وياه. شو هالشيء يا شباب؟ شلون وضعك؟ وضعك منيح؟ لا عبد الحي. اطلبوا له الإسعاف. حاضر. شو صار؟ ما في لزوم للإسعاف. مراد شو صار؟ بعتيني مع شرطة بتسقي فيهم. اوعك تخبص. من شان أمني بس هالطلب، نفذي لي هالطلب. اعملوا اللي قالوا. افتحوا الباب يلا. مين منكن عمل هيك؟ هذا عبد الحي اللي عملها حضرة المدعية. طائع عقله. حضرة المدعية، حولوا هالمجنون عبد الحي على المستشفى. رح نقتله هون مشان نخلص من جنانه. عم تضرب الإنسان اللي بتعتبره أخوه؟ طلع بوشي. قلت لك تطلع بوشي يا وقح. لا يا خانو، ما بصير هيك. إذا بدك تدعي علي ادعي.
ما تحلم اني ابعتك على المستشفى. خذوه حطوه بمحل تاني. سكر الباب. دخيلك يا ربي ما تحطني بهيك موقف، تضربني حرمة قدام هالهلمة. صعبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شباب اعطوني تليفون من عندكم. معلم ما منقدر نعطيك. اير سوي رح يقتل ناس كتير ورح يقتل من زملائكم. اعطوني تليفون لحتى نعرف شو الوضع. الو الو، هذا انت معلم؟ ايه انا. انت وينك معلم؟ لاحقت المجرم على مكان بعيد وبعد فتره ضيعته، بس هو بهي المنطقه. انت وين؟ دلني على محلك. ماشي جاي. اسمعوني شباب، انا يا اما معكم او بدونكم رح اروح. انتوا بتقرروا، اما بتروحوا معي وبتستلموا جثة ايرسوي، واما بعمل حالي اني ربطكن وسرقت لكم السيارة، هيك رح تقولوا بافادتكم. معلم نحن معك ان شاء الله. اي والله. شو هدول اجوا؟ هن ما اجوا سيدي، بس بعتوا رجالهم بدالهم. أنا مو قلت لكم إنه يجوا هن؟ جيبوا هالولاد. تحت أمرك سيدي. أنا استدعيتكم إلكم، قولوا لي وين المعلمين تبعكم؟ قالوا السيد إيرسوي يوفي بوعده بالأول، ما بيصير إخلاء سبيل، ما بدنا غير البراءة وسلمونا عليه. إيه إذا بتعرفوا شي قاضي ومدعي عام أعمى أو أطرش يطلعوا براءة لصاحبه، فياريت تعطيني اسمه لأتعرف عليه. كنت فكروا بالبراءة وقت قتلتوا الجماعة ودفنتوهم بالجورة. بتصير براءة وبتصير فرار وبتصير إخلاء سبيل. سيد إرصوي معك حق بهالحكي، بس شو عم يصير بالوعد اللي وعدتنا يا؟ صرنا أرض يابسة، لا عم ناخد حصة من شغل المخدرات
ولا من شغل الدخان ولا شغل السلاح. نحن شلون بدنا نشبع 5000 زلمة؟ من زمان كان الأغا تبعكم يعطي مصاري لكلابه؟ أنا عطيتكم مكاني، عطيتكم قوة، ما أجيتوا لهون وتدخلتوا بالشغل؟ عملوا عمليات باسم المنظمة حتى نلبس درع الدولة ونقدر نتحرك. أنت مديرك شو عم يقول؟ استنى أنا بلك. عم يقول نحن عملنا كل الشغل مع إرسوي، هو هلأ برا وأنا صرت جوا، إما بيطالعني وما بيخليني أحكي، وإما بيحكي وما بيعود في أي أثر لإرسوي. ما عم بيقول شي أبداً، بس عم يستنى زيارتك. شايفين الزلمي المتربي عند الدولة تبعنا؟ نحن دولتنا كبيرة كتير، هيك بتربي الرجال. معلمك شو عم يقول؟ داهمنا كل المخافر ومراكز الشرطة وقطعنا كل الطرق البرية اللي قلنا عليها، بس لهلأ ما أخذنا اللي وعدنا فيه. تقريبا حكى هيك شيء. طيب انتو ما قلتوا لصاحبكم انه هالحكي ما بيصير؟ وإذا قلنا هالحكي لإرسوي هيك ما رح يتركنا نمشي من قدامه ونحن عايشين؟ أرفس 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 أرفس. قوم يا نمر، قوم روح، ما رح أوسع عليك ولا على معلمينك. شباب من جماعتنا دخلوا هون على شي محل ومعه كم واحد معلم، أكيد في حدا محل ما راحوا، محل مؤقت ولا ثابت هذا الشي ما بعرفه. هلا منعرف يا ميماتي،